نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات أردنية عبر قناة جوسات. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا جنوب عمان بمنطقة القويسمة بضيافة الأستاذ عاطف السيد، والذي يملك منجرة خاصة أو مختصة بقص وحفر الأخشاب على الكمبيوتر. ويعني بينما نتابع هذا اللقاء تستعرض كاميرا الزميل محمد الخالدي هذه اللقطات لعملية حفر الأخشاب. بالبداية راح نتعرف على الأستاذ عاطف السيد. مساء الخير أستاذي. يسعد المساء. أهلا وسهلا. منور عبر شاشة التلفزيون، بالتأكيد وأنت تشكل النموذج لابن البلد الأصيل وأحد الكفاءات الأردنيين المعتز ونفتخر فيها. الله يسعد مساك. الله يسعد المساء. بداية أستاذ عاطف السيد، وأنت غني عن التعريف وأشهر من أن تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب وفي هذه المنطقة تحديدا، حابين نعرف السادة المشاهدين ومن حق المشاهد أن يعرف المزيد عن ضيف البرنامج سيد عاطف السيد، مكان ولادتك، دراستك، بداية الحياة العملية، وكم لديك من الأبناء؟ تفضل. تفضل. معك عاطف جميل السيد، من سكان منطقة القويسمة. بعمل في المجال، من مجال النجارة بشكل عام، يعني من سنة 96. متزوج ولدي 3 أبناء. الله يخلي لك. الله يسلمك. سيد عاطف السيد، يعني أنت بلشت في مجال نجار العمل. نعم. البداية كانت، ومن ثم من عام 96 نعم حولت إلى موضوع القص والحفر على الأخشاب عن طريق هذه المكنة، راح تشرح لنا عنها إن شاء الله. يعني ما المقصود بالحفر وقص الأخشاب؟ يعني أصلا أي نجار ممكن يقص الخشب أو يحفر الخشب؟ بالضبط. أنتم متخصصين بإيش تحديدا؟ بالضبط، احنا شركتنا عبارة عن خدمة، نحن نقدم خدمة للنجارين. اللي هي مثلا خدمة اللي هي القص والحفر الأخشاب على الكمبيوتر. كان السابق في كثير أمور كانوا يحفروها يدوي، حفر اليدوي. هلا حاليا تحولنا للاتجاه اللي هو اللي الكمبيوتر، اللي هو سي ان سي. من مميزات الماكينه هاي انها بتستطيع انجاز القطع بسرعه اكبر جدا من الايدي اليدويه، بالاضافه الى في بعض الامور زي الزخارف مثلا الخلف النهائي. فهي صعب على النجار يعني انه يجي يقصها يدويا. جميل. اذا هي ماكينه مختصه بقص وحفر الاخشاب. نعم. هل هي يعني محددة بسمك أخشاب معين ولا إلا شروط؟ لا لا، ممكن قص أخشاب من سماكة 2 ميلي أو 3 ميلي لغاية 4-5 سنتي. جميل. أستاذ عاطف، نتحدث يعني البضائع اللي بتنتجوها لمين بتم تزويدها؟ شغلكم لمين؟ للسوق المباشر والنجارين؟ حصلنا بالدرجة الأولى هو خدمة للنجارين. بالاضافه في يعني في اصحاب مهن ثانيه غير النجاره، اللي هي الديكورات الداخليه بيستخدموها. نعم، اللي هي مثال زي هيك، اللي هي الاشياء هاي المعروضه عندهم زي الخطوط اللي بنشوفها على المساجد والارابيسك يعني تقريبا. يعني شيء جميل جميل جدا. استاذ عاطف، مصادركم من الاخشاب والمواد الاوليه؟ مصادر الاخشاب هي محلات تجاره الاخشاب، تزويع الاخشاب. نعم. خشب معين بيستخدم بالحفر والقص عندكم ولا؟ وبشكل عام يعني افضل نوعيه للحفر والقص اللي على الكمبيوتر هو الخشب الام دي اف او الاتش دي اف، لان هاي خشب ما بتحتوي على الياف خشبيه. سهل قصها. بالضبط. قص بعمليه، ممكن انه تحفر كحفر وقص، ممكن على الخشب الصلد برضه نفس الشيء. جميل. استاذ عاطف السيد، سيدي نتحدث عن طموحاتك في هذه المحلات، الى اين طموحاتك؟ والله كل إنسان طموحه أن يتوسع في المصنع نفسه، يجيب في مكانات بالإضافة للمكنة هاي، يعني في يعني مين فيها مجال إن شاء الله، إنه في خطط مستقبلية زيادة عدد الماكينات المتخصصة ب. بالضبط. في مكانات نوعية، في كمان مع مكانات لخدمات ثانية اللي تجي مكمل للمكانات هاي. جميل. إن شاء الله بتم التوسعة قريبا إن شاء الله. استاذ عاطف، يعني في مشاكل معوقات بتواجهكم ما يخص موضوع طبيعه الخدمات بالمنطقه، امانه عمان، السير، سلطه المياه، الكهرباء، لك اي ملاحظات؟ والله للصدق يعني انه ما بفضل رب العالمين ما في اي مشكله عندنا، ما في مشاكل. اذا بنوجه تحيه اعتزاز، تحيه شكر لجميع الجهات المختصه في منطقه القويسمه على حسن الاداء. استاذ عاطف السيد، نتابع لقائنا يعني عن تطور قطاع ما يخص موضوع الحفر على الخشب وما شابه. كيف نقيم وضع الأردن ككوادر أردنية؟ كيف مستوى الدول العربية؟ كيف شايف الوضع؟ والله ككوادر، شوف بالنسبة للمهنة هاي فيها نقص بالأيدي العاملة عندنا.
يعني ما في يد عامل اللي يعني اللي هي عندها خبرة تكون اللي هي على البرمجة الكمبيوترات زائد على الشغل على الماكينة. فهي أكبر مشكلة هاي بتواجهنا هون بالنسبة للشغل اللي هي الكواد اللي هي الكادر المهني. فبنتمنى إنه يكون المؤسسة التدريب المهني إنه يخرجوا طلاب عندهم القدرة على تشغيل ماكينات CNC والتصميم وما شابه الأمور هاي. نعم أستاذ عاطف، يعني تجارة الأخشاب إلك فيها أنت، يعني الآن في لكم كتجارة أخشاب بتستوردوا بتوزعوا بتبيعوا؟ لا والله لا. نتحول محور حديثنا لموضوع آخر، نعمة الأمن والأمان، وأنت ابن البلد الأصيل، شو بتعني لك؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا دايمين يعني بألف ألف نعمة بالنسبة للدول اللي حوالينا. صحيح. طبعا هذا كله بفضل جهود جلالة سيدنا. نعم. والحكومة الأردنية. صحيح. فنحمد ربنا كل وقت يعني على نعمة على نعمة. الحمد لله يا رب. الله يديمها من نعمه. امين امين. الله يديم نعمه الامن والامان. اللهم امين. استاذ عاطف، السيد يعني المعروف عن جلاله الملك عبد الله انه قريب من الشارع، قريب من الناس. نعمه الامن والامان مربوطه بالهاشميين، مربوطه بجهود جلاله الملك. لو قدر لك والتقيت بجلاله الملك شو ممكن تحكي معه؟ اكيد راح اوجه له شكر كبير جدا على النعمه اللي احنا فيها. نعمه الامن والامان. والله يديمه فوق رؤوسنا. امين. اللهم امين. الله يديم نعمه الامن والامان، يديم جلاله الملك، يا الله يديم هالشعب الطيب. اللهم امين. استاذ عاطف السيد، يعني بلشت انت بمراحل مبكره عمليا، رساله منك لجيل الشباب اللي حثهم على العمل، شباب عماد المستقبل. والله بالنسبه للشباب يعني مش شرط كل انسان اخذ شهاده انه يشتغل بشهادته. انا خرجت اداره اعمال سنه 91 وتوجهت نحو اللي هي الشغل بالنجاره طبعا نجاره كنت سابقا بالمجال اللي هي الحفر والقصر، كنت من المنجره اللي هي اسكانات ابواب. فمش مفروض ان انا استنى وظيفتي بشهادتي يعني. نعم استاذ عاطف، يعني تحدثنا برساله لجيل الشباب، يعني نتحدث عن واقع الخدمات في هذه المنطقه، البطقه هاي اللي اسمها القويسمه، منطقه القويسمه كمساحه واقع خدمات، يعني انت كشوارع، اضاءه، الحاويات، شو كيف شايف الوضع؟ والله بتحطك نسبة يمكن 60 أو 70%. 60 أو 70%. جميل جميل جميل. بالضبط، يعني مش أكثر من هيك. احنا بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بس نحدد للسادة المشاهدين عنواننا. احنا منطقة القويسمة خلف أسواق الدرة. والأرقام تظهر على الشاشة الآن أعزائي المشاهدين، والتواصل مع الأستاذ عاطف السيد في هذه المنجرة بخصوص موضوع القص والحفر على الأخشاب. الاتصال على الارقام الظاهره على الشاشه. احنا بنحييك استاذ عاطف على حسن الاستقبال والضيافه وهذا الدعم لهذا البرنامج، ومتمنين ان تكون من داعمين ان شاء الله. سيد عاطف السيد من منطقه القويسمه، شكرا جزيلا. شكرا لك. بالعالي مرفوع الهامة انت أردت.